وانا بعد ساعة يا على التربة العزيز. طيب يا جماعة الله غالي الله عطارك ما هذا العشق للإمام الحسين؟ يومين ونحن نمشي التمست أشياء جدا رائعة روحانية عالية، يعني سبحان الله على مدى هذا الطريق. أنا في البداية كنت أظن أن هذا الطريق فقط بين النجف وكربلاء، كنت أظن أنهم يذهبون إلى الإمام علي عليه السلام ثم ينطلقون إلى الإمام الحسين على هذا الطريق. فتبادلت الحديث مع الكثير ممن أخذوا طرقات أخرى غير هذا الطريق وأخبروني أن ليس فقط من النجف إلى كربلاء يسير الزوار إلى الحبيب إلى المعشوق الإمام الحسين سلام الله عليه، وإنما يأتون من كل صوب من كل حدود العراق سائرين حباً وعشقاً إلى هذا الإمام العظيم. لا تنسوا أيضاً أنه هناك مجال جوي، هناك ناس من كل العالم تسير إلى الإمام الحسين سلام الله عليه. لكن تعرفون ما الذي شدني أكثر؟ أنني رأيت الصغير، رأيت الكبير، رأيت الشيخ، رأيت المرأة العجوز، رأيت الكفيف يمشي إلى الإمام الحسين، وكأنما هناك بصيرة تأخذه إلى هذا الرجل العظيم الذي ثار لأجل الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. حب الحسين يجمعنا، نحن نشكر أهل العراق لأهل الكرم والجود، جزاكم الله خير، ما قصرتم. هذه العشق، هذا طريق الحسين، طريق العشق. إن شاء الله نعود كل سنة وكل سنة إن شاء الله. رحم الله والديكم أهل العراق، أهل الكرم، أهل الجود، جزاكم الله خير، ما قصرتم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. نحن حقيقة اللي شفناه في الكرم هنا كرم المواكب أعجز حتى حاتم الطائي كرمه. حقيقة هذا المعجزة الإلهية للإمام الحسين، هذا المسير الديني والمسير الرباني هذا، يعني للإمام الحسين من الملايين الناس الوفود اللي جاية في طريق العشق الحسيني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيء جميل جدا أن نلتمس على مدى هذا الطريق وعلى مدى الطرقات الأخرى أكثر من لا أدري كم من موكب وضعه العراقيون ووضعه كل الطوائف سنة وشيعة ومسيحيين أيضا في خدمة الزوار. في بادئ الأمر كنت أظن أن هذه المواكب كانت بدعم من الدولة، ولكن صدمت لما قيل لي أن كل الميزانية بعظمها أكثر من ميزانية الدولة موجودة على كل هذه المواكب وهي مجهود فردي. فما هذا الكرم؟ حقيقة أذهلتمونا بهذا الكرم يا أهل العراق. باسمي وباسم الأخوة الكرام العراقيين العاملين على هذا الدرب، درب الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، هذا درب العشق الذي لا ينتهي أبدا، وإن شاء الله يتقبل منا هذا القليل الذي نقوم به. سائلين المولى عز وجل أن يتقبل هذا ومن زواره الكرام أفضل الأعمال، وأن يعوده علينا بأفضل صحة وكمال. سبحان الله، الإمام الحسين هو فدى هذا الكون وفدى الإنسانية بروحه الشريفة، أعطى وآثر
روحه لكي يكون هذا الإسلام قائماً ونستشعر هذه الروحانية كما شعرنا بها الآن. عشق حسين است که علاقمندان و دوستداران آقا ابی عبدالله حسین را سراسر جهان امروز در اربعین حسینی جمع کرده به مردم با توجه به گرمای شدید هوا، اما این مانع حضور مردم عشق حضور مردم و گرمای عشق به امام حسین استش که گرمای هوا هیچ تأثیری نداره و مردم علاقمندانه و مشتاقانه برای حضور در این راهپیمایی جهانی و اجتماع جهانی حضور پیدا کردن. و بخش دیگر باید تقدیر تشکر کنم از مردم فهیم و علاقمندان به خاندان امام حسین علیه السلام که با برپایی موکب عزاداری از ظالم به نحو شایسته پذیرایی کردند. فجاء كل هذا الكرم الذي ترونه على طريق المشايا الى الامام الحسين ليثبت لنا انهم مستعدون للإيثار أكثر وأكثر ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فرأيت من ليس عنده الإمكانية يمكن لأن يقدم طبق أو يقدم أكلة كاملة جاهزة، وإنما يكاد يقبل يد السائر إلى الحسين لكي يأخذ من عنده ماء. رأينا مواكب التطبيب، رأينا مواكب فقط لكي تدلك أقدام الزوار. حقيقة لا يمكن للعشق إلا أن يولد عظيم الأخلاق، لا يمكن للعشق إلا أن يولد في قلوب كل من يخدم لأجل الحسين سلام الله عليه كل القيم التي لأجلها هو ثار. التمسنا هذه القيم على طريق المشاية ولازلنا نلتمسكم. نحن الآن نسير من يومين نكمل إن شاء الله تعالى، لعلكم سترون أشياء حقيقة عجيبة، ترون أطفال صغار يكادون يعني قلوبهم ترتعش ذهاباً إلى الإمام الحسين، ترون المرأة التي تقف وتبكي، ترون الأشخاص الذين يتمنون لو هذه الزيارة تكون ألف زيارة بعدها. التقيت من يأتي من سويسرا، من يأتي من روسيا، من يأتي من أوروبا، من يأتي من إفريقيا. نحن الآن في طريق المشايا إلى أبي عبد الله الحسين عليه السلام أبي الأحرار، فهذه الوفود التي تذهب إلى زيارة الإمام الحسين عليه السلام فهذه تشير إلى أنه إمام الحسين ليس فقط للمسلمين. في هذه الوفود نشاهد أن فيها مسلمين شيعة سنة وفيها مسيحيين غير دينيين، كلهم يذهبون إلى الإمام الحسين عليه السلام. وكل خلال هذه الأيام ندرك بأن العراق دولة المضيفة لحول الزوار يحصل فيها ويحضر في هذا التجمع ما يقارب 20 وأكثر من 20 مليون، وكلهم يضيفونهم بشكل جيد، ولا أحد مثلا يحصل عليه الجوع أو العطش، يأكلون يشربون كل شيء متوفر لديهم. فهذا يدل على كرم العراقيين، فنحن نشكرهم أولا على هذه الخدمة التي يقومون بها كل سنة، فهي أكبر تجمع في هذا العالم التي يحصل في كل سنة إن شاء الله. المسير إلى الإمام الحسين سلام الله عليه هو مسير إنسانية بأجل هذا العشق العظيم لآل بيت رسول الله. في الحقيقة والواقع مشاهدة الكرم العراقي تخجل، أو كثرته يعني الشخص يوفر لك منزله، يوفر لك سكنه، يوفر لك كل الاحتياجات التي تحتاجها من الأساسيات، قد يستغني عن منزله في قبال راحة الزائر. يعني من المواقف التي مرينا بها أن بعض الخدام يوفرون لنا أماكن النوم بخلال إزالة الخدام وتحية الزوار. لذلك في الواقع أنا جدا أخجل من تصرفات الخدام العراقيين اتجاه الزوار، وذلك إندل فهو يدل على خصلة خاصة في الخدام العراقيين وهي الكرم، الذي لا أعتقد أنه يوجد من يضاهي هذا الكرم أساساً.